Good morning, I am Dr. Yasmin Magdi, and today we are going to continue our online course Auditing 2. In this lecture, we are going to start discussing Chapter 2, Analytical Procedures. In this chapter, we will discuss the definition of analytical procedures, purposes of analytical procedures, types of analytical procedures, timing of analytical procedures, the analytical review process, general analytical procedures, and analytical procedures using data mining techniques. Okay, let's start our chapter 2 analytical procedures. النهاردة هنبدأ مع بعض chapter 2. وchapter 2 بنتكلم على analytical procedures أو الإجراءات التحليلية. هنعرف خلال في chapter ده تعريف الإجراءات التحليلية وإمتى بنعمل الإجراءات التحليلية وإيه أهداف وأنواع الإجراءات التحليلية، وهناخد بعض الاكسرسايزز والكورسز او الاكسرسايز والتمارين على ازاي نقدر نطبق الاناليتيكال بروسيجرز. اوكي، خلينا نبدا مع بعض. ليتس ستارت مع الديفينيشن اوف اناليتيكال بروسيجرز. اناليتيكال بروسيجرز ديفينيشن، لو جينا حبينا ندي ديفينيشن او تعريف مبسط وسمبل ديفينيشن فور اناليتيكال بروسيجرز، هنلاقي الاناليتيكال بروسيجرز هي يوز اوف كومباريزنز اند ريليشن شيبس to determine whether account balances or other data appear reasonable. يبقى احنا هنا بنستخدم comparisons relation ما بين الاكونتس عندي، زي مثلا ال ROA او return on assets، زي مثلا العلاقه ما بين relation between the sales والcost او cost of goods sold. كل الحاجات دي هي دي relations وcomparisons بنستخدمها عشان اقدر اشوف هل الارقام اللي ظاهرة عندي او الداتا اللي ظاهرة عندي الفاينانشال داتا اللي ظاهرة عندي reasonable ولا لا. خلاص، the basic premise of using analytical procedures is that there exists relationship، في اصلا relationship existing among data and this relationship can reasonably be expected to continue. يبقى ال basic او ال اللاين او البلاتفورم اللي احنا قايمين عليها في الاناليتيكال بروسيجرز او في استخدامنا الاناليتيكال بروسيجرز، ان لازم يكون في ريليشن شيب، في اكزيستنج ريليشن شيب بين الداتا، والاكزيستنج ريليشن شيب اكسبكتد مني انها تكون هتكمل كونتينيو. يبقى انا اذا عندي هنا لما بستخدم الاناليتيكال بروسيجر از ان اوديتور، انا فاهم ان في ريليشن شيب بين الايتيمز الموجوده في الفاينانشال ستيتمنت وبين الايتيمز الخاصه في فاينانشال داتا، والايتيمز او الريليشن شيب دي اكسبكتد انها تكونتينيو في السنوات القادمه او في التحليلات القادمه. اوكي، طيب ده الديفينيشن اوف اناليتيكال بروسيجرز. طيب ايه امتى استخدم او ايه هدفي ان انا بستخدم البيربس اوف يوزنج اناليتيكال بروسيجر از ان اوديتور؟ ليه انا بستخدم اناليتيكال بروسيجر في الاوديتنج؟ عشان اسهل لكم توصل لكم معنى كلمه اناليتيكال او توصل لكم ايه هي الاناليتيكال بروسيجر، هنقول ان انت اي ثينك ان انتوا اخدتوا الفاينانشال ستيتمنتس اناليسيس، الكورس الخاص بالفاينانشال اناليسيس. الاناليتيكال بروسيجر واحد من التكنيكس اللي بنستخدمها فيها هي الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس. خلاص، فاحنا هناخد حتى هنشوف احنا شغالين مع بعض ان احنا بنستخدم الاناليسيس دي وبنبدا نديها تعريفات او بنبدا نديها نبني عليها قرارات decisions as an auditors. اوكي، فيبقى اذا جزء من الاناليتيكال بروسيجر هي الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس، سوري جزء من الاناليتيكال بروسيجرز هي الفاينانشال ستيتمنت اناليسيس. تمام، طيب What is the purpose of using analytical procedures as an auditor؟ احنا ليه بنستخدم الاناليتيكال بروسيجرز بتاعتنا او ليه بنستخدم الاناليتيكال بروسيجر في الاوديتنج؟ First of all, understand the client's industry and business. احنا بنستخدم الاناليتيكال بروسيجر، احنا لو نفتكر I think ان احنا اتكلمنا عن الكلام ده في auditing 1، احنا الاوديتورز must obtain knowledge about the client industry and business as a part of planning an audit. لازم الاوديتور يجمع knowledge او يكون عنده معرفه عن طبيعه صناعه العميل وعن البيزنس بتاع الكلاينت عشان يبدا يعمل planning لعمليه الاوديت. اوكي، لما بنعمل conducting او بنستخدم analytical procedures في الكرنت اللي هي الان auditing unaudited information، خلاص بنعمل لها comparing او بنعمل comparison ما بين ال current year او ال unaudited financial information وما بين ال prior year اللي هي ال audit financial information. زي مثلا عندي في ال industry data في ال changes وال
التشينجز اللي بتحصل بتكون هايلايتد بالنسبه لي. التشينجز دي اللي بتحصل نتيجه ان انا كارنت عملت كومباريزون ما بين الداتا في البريور يير والداتا في الكرنت يير، التشينجز دي بتبقى بتبريزنت او بتمثل ترند او سبيسيفيك ايفنتس للاوديتور، ودي كلها بتاثر انفلونس الاوديت بلاننج او عمليه البروسيس للاوديت. اوكي طيب دي فيرست وان اللي هي ميكين اندرستاند اوف كلاينت اندستري اند بزنس. خلينا ناخد مثال واحنا شغالين مع بعض هنشوف ازاي الاندرستاندنج الاندستري والبزنس بيساعدنا واحنا شايفين هنستخدم اناليتيكال بروسيجرز امتى. تاني حاجه من اهداف او بيبس اوف اناليتيكال بروسيجر اسيسنج ذا انتيتيز ابيليتي تو كونتينيو از جوينج كونسر. انا بستخدم الاناليتيكال بروسيجرز عندي عشان هي انديكيتور فور ديتيرمينج الكلاينت كومباني هاز فاينانشال بروبلمز ولا لا، هي في probability انه يدخل فاينانشال ديستريس وفاينانشال فيلير ولا لا. يبقى اذا عندي الاناليتيكال بروسيجرز عندي بتديني انديكيتورز او مؤشرات تقول اذا كان الاوديتور او سوري اذا كان الكلاينت هاف ا فاينانشال بروبلمز. خلاص ثالث هدف من اهداف او ثالث purposes of analytical procedures indicates the presence of possible misstatements in the financial statements. احنا بنستخدم الاناليتيكال بروسيجرز وهنعرف ازاي ده بنعمله في ان احنا نشوف لو في احتماليه للميس ستيتمنتس للفرود للايرورز اللي في الفاينانشال ستيتمنتس، لان المفروض ان احنا زي ما قلنا ان احنا بنعمل كومباريزن ما بين البريور يير وفي كومباريزنز ثانيه هنعرف ازاي بنعملها وبين الكرنت يير. لو انا عندي في unexpected differences between الكرنت يير اللي هي الان اوديت فاينانشال داتا والاذر داتا ان احنا بنستخدمها في الكومباريزن زي البريور يير او الاندستري او حاجات تانية هناخدها within a lecture، لو في unexpected changes أو differences دي بتديني unusual trends أو بتديني معلومات وبتقول إن في حاجة مش مظبوطة. خلاص أوكي دي بقى إذن معنى هنا إن في differences not expected وموجودة. خلاص لكن لو في طبعا معنى حاجة من دي إن هو unexpected differences موجودة، ده معناها إن في unusual errors أو unusual misstatements، معنى ذلك إن ده بيكون indicator إن أنا عندي misstatements في financial statements. أوكي طيب تالت حاجة أو آخر هدف من أهداف analytical procedures إنها بتعملي reducing the details audit tests. لما الاناليتيكال بروسيجرز بنستخدمها ولما بتقول ان في unusual differences ده معناها ان في احتماليه او probability ان المافانش ان الماتيريال ميس ستيتمنتس تكون قليله maximizations of material ميس ستيتمنتس في such cases او في الحالات دي ان differences مش كبيره ومش واضحه قوي او differences expected عادي، فده بيديني ان انا بستخدم substantive evidence او ان انا بستخدم اقلل من substantive tests اللي انا بعملها، يعني بتقللي الديتيل تيست اللي انا بعملها as an auditor. خلاص وبالتالي عندي ممكن اقلل السامبل سايز وهناخد كلام ده في شابتر 3 ازاي استخدم السامبل سايز. كمان عندي ممكن اقلل حجم التايمينج للتيستس اللي انا بعملها. اوكي يبقى احنا عندنا 4 purposes for analytical procedures. Number 1 understand the client's industry and business. Number 2 make an assessment for the entity ability to continue as going concern. Number 3 indicate the presence of possible misstatements in the financial statements. And number 4 reduce details audit test. اوكي طيب نيجي بعد كده بقى نشوف ايه ال types of analytical procedures اللي احنا بنعمل، ايه ال types ال auditor بيستخدمها while he's using analytical procedures. التايبس كده هنقولها بشكل سريع وبشكل بسيط جدا احنا هندرسها او هنبص عليها بشكل مور سبيسيفيك واحنا شغالين. هنلاقي ان هو بيستخدم الترند اناليسيس ودي معناها ان انا بشوف الاناليسيس اوف تشينج ان اكاونت بالانس اوفر تايم، بشوف مثلا في 2019 و 2020 الفرق ما بين مثلا الفيكسد اسيتس على سبيل المثال. تاني حاجه عندي الريشيو اناليسيس، والريشيو اناليسيس هي كومباريزن في ريليشن بين الفاينانشال ستيتمنتس اكاونت والكومباريزن اوف الاكاونت وذ نون فاينانشال داتا وكومباريزن في ريليشنز بين فيرمز ان ذا اندستري.
تالت حاجة عندي الداتا مايننج، والداتا مايننج هنا هي ست كمبيوتر اسيست تكنيكس، هي استخدام الكمبيوتر في تكنيك بنستخدم فيه الكمبيوتر. نحن بنستخدم سوفيستيكيتد ستاتستيكال اناليسيس، وبنستخدم فيها الارتفيشال انتليجنت تكنيكس. يعني احنا بنبقى بنستخدم statistical بس بتكون على هاي تكنيكس او اعلى او بشكل ادق، زي الداتا مايننج بنستخدم فيها تكنيكس الذكاء الاصطناعي. خلاص، ده طبعا لما بيكون عندي لارج داتا فانا بستخدم التكنيكس دي عشان بتكون افضل. تمام، دول ببساطه كده اللي هي التايبس اوف اناليتيكال بروسيجرز. وطبعا زي ما قلنا هي الترند اناليسيس والريشيو اناليسيس والستاتستيكال اناليسيس والداتا مايننج اناليسيس، دول الاهم تكنيكس او الاهم فور تكنيكس اللي احنا بنستخدمها. طيب امتى بقى بستخدم از ان اوديتور الاناليتيكال بروسيجرز؟ امتى اقدر استخدم از ان اوديتور الاناليتيكال بروسيجرز؟ تعالوا نشوف تايمينج اوف اناليتيكال بروسيجرز، امتى استخدمها؟ هل ليها تايمينج معين ولا هي بتكون وذين الاناليتيك او وذين الاوديت بروسيس كلها؟ تعالوا نشوف هنستخدمها امتى وفي كل مرحله بستخدمها ازاي. تايمينج اوف اناليتيكال بروسيجرز، الاناليتيكال بروسيجرز عندي بعمل لها بيرفورمينج في الثري ستيبس او الثري فيزز للاوديتنج. خلاص، بستخدمها في البلاننج فيز، وبستخدمها في التستنج فيز، وبستخدمها في الكومبليشن فيز. خلينا نبص على او الكومبليتنج فيز، خلينا نبص على التيبل اللي قدامنا ده. التيبل ده بيربط ما بين الفيزز اوف اوديت اوكي والبيربس اوف اناليتيكال بروسيجرز. امتى احقق كل بيربس من البيربسز دي؟ وايل او وذين البروسيس الاوديت بروسيس. خلينا نبدا اول حاجه في الاول. قلنا من شويه ان احنا عندنا اربعه اوبجكتيفز او اربعه بيربسز للاناليتيكال بروسيجرز. اول حاجه نراجعهم بسرعه بشكل سريع: understand the client's business and industry, assessment of going concern, indicate possible misstatements, reduce detailed testing. اوكي، خلينا نشوف كل واحد من دول، كل هدف من دول بطبقه امتى في كل فيز من الفيزز او في كل ستيب من الستيبس اللي بطبق فيها الاناليتيكال بروسيجرز بتاع سوري الاوديت بروسيس بتاعتي. اول حاجه عندي احنا زي ما قلنا في اوديت 1 انا عندي 3 فيزز او 3 ستيبس بستخدمها في الاوديتنج: البلاننج والتستنج والكومبليتنج. اوكي، خلي بالنا ان الاناليتيكال بروسيجرز required ولازم تتعمل وماست بي دوينج في البلاننج تيست وفي الكومبليتنج تيست، في البلاننج فيز وفي الكومبليتنج فيز. يعني اساسي ان انا اعمل الاوديتنج والاناليتيكال بروسيجرز واقف وذين الاوديت بروسيس في مرحلتين: البيجيننج اللي هو البلاننج، والكومبليتنج اللي هو انا بقفل قبل بيفور ايشو الريبورت. خلاص، طيب اول حاجه اول بيربس او اي اول اوبجكتيف عندي للاناليتيكال بروسيجرز عندي اللي هي الاندرستاند ذا كلاينتس بزنس اند اندستري، احنا نفهم شغل العميل ونفهم صناعه العميل. طبعا احنا لو نفتكر واحنا بنشرح الجزء ده قلنا ان احنا لازم الاوديتور يفهم الكلاينت بزنس اند اندستري عشان يعمل عمليه بلاننج، عشان يبدا يعمل عمليه بلاننج. يبقى اذا عندي هنا البيربس اوف اناليتيكال بروسيجر اول واحد جدا هو برايمري بيربس فيه وايل بلاننج فيز. انا في بلاننج فيز لازم استخدم الاناليتيكال بروسيجر عشان اعمل عمليه اندرستاندنج للكلاينت بزنس اند اندستري. خلاص، يبقى الاناليتيكال بروسيجرز ار ريكوايرد ان ذا بلاننج فيز تو اسيست ان ديتيرمينج ذا نيتشر اكستنت اند تايمينج اوف اوديت بروسيجرز. لا، لانها كمان بتساعد helping the editor to identify significant matters require special considerations later in the engagement. يبقى اذا عندي باستخدام الاناليتيكال بروسيجرز بتساعدني تفهمني صناعه العميل والبزنس بتاع العميل، وبتخليني ابص على الحاجات اللي محتاجه ان انا ادقق فيها جدا هو لان انا بعمل عمليه الاوديتنج. خلاص، كمان عندي ده، يبقى ده primary purpose. كمان عندي الاسسمنت اوف جوينج كونسيرن، بستخدم الاناليتيكال بروسيجرز كبرايمري بيربس او هدف تاني عندي في البلاننج فيز ان انا بعمل عمليه اسسمنت للجوينج كونسيرن. بتديني على ريد فلاج كده، بتديني علامه حمراء، خلي بالك احتمال يكون في جوينج كونسيرن. لو هو في البلاننج فيز ان انا ظهر عندي الريد فلاج، يعني ممكن تظهر ممكن تظهرش وايل ان انا بعمل بلاننج، لو ظهر عندي الجوينج كونسيرن الريد فلاج الجوينج كونسيرن الاشاره الحمراء الانذار الاحمر، فبالتالي ده بيساعدني في التستنج وبيساعدني في الكومبليتنج فيز. يعني مش اساسي ان
في البلاننج او مش اساسي انها الاناليتيك كابس تديني ايه جوين كونسرن. هي موجوده ممكن تساعد ان تديني جوين كونسرن لكن مش حاجه اساسيه. لكن اساسي جدا انها تديني اتنشن، بتديني اتنشن لاحتمال يكون ماتيريال ميس ستيتمنتس، احتمال يكون في ايه ماتيريال ميس ستيتمنتس عن طريق ان انا بعمل كومباريزن مثلا بالبرير يير والكرنت يير اكاونتس، وبستخدم الترايل بالانس ممكن تساعدني على ان انا اكتشف البوسبل ميس ستيتمنتس. كمان حاجه ممكن الاناليتيكال بروسيجرز ممكن تساعدني في ان انا في وايل في البلاننج فيز احتماليه انها تساعدني ان انا اعمل ريديوسنج للديتيل تيست. خلاص يبقى ده انا الاربع اهداف للاناليتيكال بروسيجرز بستخدمها في البلاننج. الهدف understand the client business and the industry، وهدف indicate possible misstatements، دول primary purpose في within the planning phase. لكن الassessment going concern will reduce detailed tests the secondary purpose. okay. طيب استخدامي للanalytical procedures في التستنج phase مش primary او مش required. okay. بستخدمها as a substantive procedures عندي او substantive test عشان support the accounting management. These tests okay غالبا بستخدمها زي مثلا بستخدمها عشان حاجتين، عشان اعمل indication للpossible misstatements يعني، وده بيكون secondary purpose في التستنج phase، وعشان اعمل reducing للdetail tests ودي بتكون primary purpose. okay. طيب في الاخر خالص في third phase من auditing انا بستخدم analytical procedures as final review for material misstatements. فبالتالي indicate possible misstatements هي primary purpose عندي في ال completing phase، while ان انا بعمل reducing بعمل assessment في ال going concern ممكن عندي تكون second purpose او هدف ثاني من اهداف استخدام ال analytical procedures while في ال completing phase او في المرحلة الاخيرة، مرحلة قبل ال issue لل report عندي. خلاص يبقى ال previous او ال table عندي ده بيوريني الـ objectives of analytical procedures during each phase of three phases. okay. الـ shaded boxes عندي زي اللي احنا شايفينها دي indicate امتى الـ purpose عندي بيكون applicable في كل مرحلة of each phase. خلاص ممكن more than purpose may be indicated. تمام يبقى اذا عندي هنا الـ analytical procedures بناخد بالنا انها بتتعمل في الـ planning phase for all four purposes، ولكن الـ analytical procedures بتكون في الـ other two phases are primarily to determine appropriate audit evidence and to reach conclusion about the fair presentation of financial statements. okay. ده كده عندي امتى بستخدم الـ analytical procedures في الـ three phases بتاعتي. تمام. طيب ايه بقى الـ analytical review process؟ الاناليتيكال ريفيو بروسيس ده اللي احنا هنشوفه، ده كان يكون هيكون اخر جزء معانا في الليكتشر النهارده. فاينل بارت للليكتشر بتاعتنا النهارده هنتكلم على الاناليتيكال ريفيو بروسيس. يعني ايه كلمه الاناليتيكال ريفيو بروسيس؟ احنا الاوديتورز لما بييجوا يعملوا عمليه الاناليتيكال بروسيجرز بيمروا باربع خطوات او بيعملوا اربع خطوات. اول خطوه فيهم اللي هي الاكسبكتيشن، تاني خطوه فيهم اللي هي الايدنتيفيكيشن، ثالث خطوه فيهم اللي هي الانفستيجيشن، واخر خطوه هي الايفالويشن. الاربع خطوات دول اللي بنعملهم دول بنسميهم الاناليتيكال ريفيو. يبقى الاناليتيكال ريفيو عندي بيتكون من اربعه ستيبس او فور بروسيس، بيتكون من فور بروسيس. اوكي. فيز نمبر 1 اكسبكتيشن او اللي هي فورمولييت اكسبكتيشن. في الفيز دي من الاناليتيكال ريفيو بروسيس الاوديتور develops expectation of what amount should appear in financial statements accounting balances based on prior year financial statements budgets industry information non financial information. يبقى في مرحله الاكسبكتيشن، المرحله دي الاوديتور بيبدا فيها يقول مفروض الرقم او الاماونتس بتاعت الداتا بتكون قد ايه. خلاص يعني بي اكسبكت الرقم المفروض يكون كام. طيب بيبني الاكسبكتيشنز بتاعته دي من 5 داتا او فروم 6 داتا. اول حاجه عندي حاجات بيجيبها من جوه الانتيتي، من جوه الشركه نفسها اللي هي البيريور بيريد فاينانشال ستيتمنتس، ومن الديس اجريجيتد فاينانشال اند نون فاينانشال داتا. خلاص ومن الاندستري بيجيب الانفورميشن خاصه بالاندستري،
وبيجيب البيانات الخاصة بالإيكونومكس، وبيجيب حاجات خاصة بالإكسبكتيشن بتاعته هو والإكسبيرينس بتاعته هو. ما بيوصل للديتا دي بيجيب الإكسبكتد فاليو. خلاص، يبقى الأوديتور في الفيز نمبر 1 بيفورميوليت اكسبكتيشنز. يبقى فيز نمبر 1 عندي اللي احنا بنقول عليها اكسبكتيشن، احنا هنا بنعمل فورميوليتنج اكسبكتيشن، بنعمل متوقعين كاوديتور الفاليو تكون قد ايه او الاماونت بتكون قد ايه. خلاص، طبعا مرحله الاكسبكتيشنز او الفورميوليتنج اكسبكتيشنز دي مرحله مهمه جدا، امبورتنت فيز للاناليتيكال بروسيجز بروسيس. كل ما الاوديتور كلوزر ذا اوديتور اكسبكت ال correct amount او ال correct balance او relationship، كل ما كانت في effective او كل ما زادت ال effectiveness لل procedures اللي هيقدر يعمل بيها identifying the misstatements. يبقى كل ما قدرنا ك auditor ن expect صح، كل ما قدرنا نوصل للحاجات اللي فيها misstatements اكتر. خلاص، يبقى phase number one expectation. phase number two ال identification او اللي هي compare the expected value to the recorded amount. انت خلاص عملت built your expectation phase 1، ابدا بقى في phase 2 اعمل comparison ما بين اللي انت expected وما بين اللي ال current value او real value القيمه الحقيقيه عندك او recorded amount. phase number 2 of analytical procedure and identification بنقول is when the auditor compares his expected value with recorded amount. هيقارن ال expected value بتاعته بال recorded amount. طيب بيجيب ال expected value منين؟ من ال result بتاع ال step number 1 او ال phase number 1 ال expectation، هي ال expected value هنا. خلاص؟ طيب ال audit efficiency وال effectiveness الفعالية والكفاءة بتاعت ال audit بتبند على ال competency in recognizing ال error between the expected way او الايرور باترنز في الفاينانشال ستيتمنتس. والاوديتور هنا يعني الاكسبكتد فاليو، احنا كل ما عشان نزود الافشنسي والافكتيفنس بتاعتي بتعتمد على ان انا اجيب الباترنز او الايرورز اللي في الفاينانشال ستيتمنتس وابدا ادور على اسباب الكوزز اوف ذيس باترنز او اسباب الاخطاء دي عشان بتديني تيستينج او تديني جايدنس للفيرذر تيستينج للاختبارات القادمة. اوكي، يبقى الاوديتور هنا عندي لازم يشوف بقى الديفرنسز الريزلتس. يعني الفيز نمبر 1 هيعمل ايدنتيفيكيشن ما بين الريكوردد والاكسبكتد. الريزلتس بتاعت الفيز نمبر 1 اللي هي الديفرنس ريكوردد اند اكسبكتد، ايه الفرق ما بين الريكوردد والاكسبكتد. خلاص، يبقى الاوديتور لازم في المرحله دي consider how large difference between expected value و recorded value he will accept. احنا هناخد هنقبل قد ايه فرق ما بين المتوقع والفعلي. اوكي، ويبدا يحدد بناء على الليفل ده هو اللي هيبدا الماتيريال ميس ستيت تبدا امتى. خلاص، يعني هيبدا يدور على الماتيرياليتي. خلاص، طيب الفيز نمبر 3 بقى، خلينا كمان نقول ان فيز نمبر 2 اللي هو الايدنتيفيكيشن، لو الديفرنسز less than expected او less than الاوديتور accepted، يبقى اذا عندي هنا الاوديتور هي accept البوك فاليو خلاص من دون further investigation. لكن لو يبقى لو values في الوزان الرانج اللي هو حاطه لنفسه او في حدود اللي هو سامح بيه، فهو خلاص هي accept الفاليو عندي وهي accept البوك فاليو خلاص ويقف هنا. طيب ولو ال difference between the expected وال recorded أعلى من اللي هو greater من اللي هو accepted، ده يعني إن ال step number 3 اللي هي ال investigation عشان investigate the reasons between the difference، the reason لل difference. خلاص، في المرحلة دي أو المرحلة اللي investigate possible explanation for the difference between expected and recorded values ال investigation في الفيز دي. خلاص، in phase 3 of analytical review process investigation the auditor undertakes investigation and possible explanation for expected recorded amount difference. خلاص، بيبدأ يجيب الداتا اللي هي current recorded amount أو current recorded، ويجيب الidentification الdifference عندي recorded، كل دي بيجيله جاتله من ال step 2 الdifference، ويبدأ يدور على reasons for the difference.
اوكي الديفرنس بين الاكسبكتد اماونت والريكوردد فاليو اوف ذا اكاونت مش بتكون اسبابها ايه. عايز يشوف هل اسبابها ديو تو ميس ستيتمنت، ديو تو انهيرنت فاكتورز افكت الاكاونت بينج اوديت، فاكتورز ريليتد تو ذا ريلايبيليتي اوف داتا يوز تو ديفلوب اكسبكتيشن. خلاص كل ما الاوديتور جمع داتا او كل ما لقى جمع ايفيدنس اكتر كل ما يقدر يجيب الاسباب الديفرنس بين الاكسبكتد والريكورد. خلاص كمان عندي كل ما الاوديتور قل من الداتا اللي جمعها بيبدا تكون طبعا بيكون مش عارف يوصل للفاكتورز عندي او يقدر يوصل للفاكتورز الموجوده عندي. اوكي طيب الديفرنس بين بقى الاكسبكتد والريكورد لو لقيناها اول حاجه عندي ان انا اسال اول طريقه للانفستيجيشن ان هو يسال الاداره على تفسير، يسال الاداره على تفسير. لكن مهم جدا الاوديتور ان هو لازم يكون يعمل بروفيشنال سكبتاتيزم. لو تفتكروا البروفيشنال سكبتاتيزم احنا شرحناها في اوديت 2 هي ان هو يكون عنده كويشن مايند، يفضل يسال نفسه يحط علامات استفهام خلاص عشان يقدر يكوركت او ياخد الداتا اللي هو عايزها. الاناليتيكال بروسيجرز لما بنستخدمها في البلانينج فيز زي ما قلنا ايه بتساعدني ان انا افهم الاندستري وافهم طبيعه الصناعه، فبالتالي اقدر افهم الاسباب لو في عندي انهيرنت فاكتورز مرتبطه بالصناعه. خلاص اخر فيز عندي فيز نمبر 4 اللي هي ايفالويشن، اللي هي ايفالويت الامباكت اوف ذا ديفرنسز بين اكسبكتيشن ريكوردد اماونتس ان ذا اوديت and the financial statements. نبدأ بقى نشوف أنا خلاص عملت expectation وقارنت ال expected بالrecorded وعملت investigation طلعت إيه سبب في difference between recorded وال expected. أجي بقى في step number 4 أبدأ أعمل عملية evaluation. The final step دي مفروض إنها evaluating the impact of the financial statements of difference between the record the expected اللي إحنا خدناها expected value اللي الأوديتور عملها ما بين الريكوردد فاليو. خلاص طبعا مفترض ان انا ابدا الاقي تاثيره وابدا الاقي سبب ليه الريزنز دي هل هتاثر لي ازاي على الفيرنس اوف فاينانشال ستيتمنتس وهتاثر لي ازاي على الاوتبوت او على التستنج بتاعه الاوديتنج. خلاص وطبعا الاوديتور هنا مفروض ان هو ما يهموش الاماونت على قد ما يهمه التاثير للاماونت ده. ممكن الاماونت يكون صغير بس تاثيره يكون اكبر. اوكي يبقى دول الفور بروسيجرز او الفور بروسس الفور ستيبس او الفور فيزز اوف اناليتيكال ريفيو بروسس. يبقى ستيب نمبر 1 اكسبكتيشن ان الاوديتور بيلد هيز اكسبكتيشن تووردز الاكسبكتد فاليو للاكاونتس عنده. تاني حاجه ودي طبعا بيجمع الداتا عندنا عشان يقدر يوصل للاكسبكتد فاليو، بيجمع داتا بتكون الاكسبيرينس بتاعته الايكونوميك كونديشنز الاندستري انفورميشن البيريور فاينانشال نون فاينانشال انفورميشن. بعد كده بعد ما يشوف الاكسبكتد فاليو يشوف في ستيب نمبر 2 الايدنتيفيكيشن الريكوردد فاليو يعملها كومباريزون مع الاكسبكتد فاليو ويشوف هل في ديفرنسز بتوين، يبدا يحدد الليفل اوف ديفرنس اللي هو اكسبتد. لو لقى ان الليفل في مسموح بيه في الاماونت اللي هو سامح بيه خلاص اتس اوكي، لكن لو لقى الديفرنس بين الريكورد والاكسبكتد اعلى من اللي هو سامح بيه ندخل على ستيب نمبر 3 اللي هو الانفستيجيشن، نعمل انفستيجيشن ايه ريزونز فور ذس ديفرنس. وبعد كده ستيب نمبر 4 يبدا يعمل ايفالويشن للديفرنسز دي، يعمل تاثير الديفرنس دي على الاوديتنج بروسيس وعلى الفاينانشال ستيتمنتس. اوكي دي الاناليتيكال ريفيو بروسيس عندي ودي الستبس بتاعتها. كده وصلنا this is the final of our lecture. In this lecture we discussed the definition of audit analytical procedures, the timing of analytical procedures, the purpose of analytical procedures, and finally we discussed the analytical review process. Next lecture we will continue with chapter 3, chapter 2, the analytical procedures, and we will discuss in the next lecture the general analytical procedures, the trend analysis, the ratio analysis, and the regression analysis. Thank you for your time.